السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة الوجه المشرق. ماذا لو وصلت الكائنات الفضائية غدا؟ هل نحن بمفردنا في هذا الكون؟ يوجد أكثر من 100 مليار مجرة في هذا الكون، وما لا يقل عن 500 مليار كوكب في مجرة درب التبانة وحدها. هل تظن أننا على الأغلب يجب أن نكون قد وجدنا شيئا ما؟ حتى لو نسبة ضئيلة جدا من هذه الكواكب العديدة توجد حياة على متنها، حينها سيكون هناك عشرات الآلاف من الحضارات الغير أرضية، لكننا لم نرى أي منها حتى الآن. أين ذهب الجميع؟ نظل نتساءل ما الذي استغرقهم كل هذا الوقت ليأتوا. لكن ماذا لو أخبرتك أنه حتى الكائنات الفضائية الأليفة يمكنها محو حضارتنا بأكملها للأبد؟ نحن نميل إلى تطبيق نظريتنا على باقي الكون. نتوقع أن تزورنا الكائنات الفضائية على الرغم أن كوكبنا لم يسافر خارجا في الحي المجاور بعد، ونظن أنهم فقط ينفقون وقتا كبيرا جدا في التطور التكنولوجي أكثر من جعل السفر في الفضاء أمرا ممكنا. إذن ماذا سنفعل إذا وجدنا سفنهم اللامعة تحلق فوق رؤوسنا؟ على حد علمنا لا توجد أي حكومة على متن الكوكب تقيم حفلة لاستقبال الكائنات الفضائية إذا ظهرت فجأة في الأفق. تخيل مثلا أن الكائنات الفضائية كانوا مهذبين وقاموا بإرسال إشارة قبل غزو المساحة الخاصة بكوكبنا، ولن تستطيع معرفة هذا على الفور، ليس قبل أن تقوم أجهزة المراقبة التي تملكها عدة منظمات بتأكيد هذه الإشارة، ثم تشاهد هذا الخبر الصادم على التلفاز. لقد أكدت وكالة ناسا رسميا وجود سفينة فضائية في النظام الشمسي. تعمل الوكالات والدول معا بسرعة من أجل تحديد مستوى التهديد. سيقومون باستدعاء بعض خبراء في اللغات وعلم النفس والأحياء وجعلهم يقومون بمحاولات التواصل مع الفضائيين. ستقوم مجموعات الخبراء بتسجيل كل التفاعلات لتحليل كل تصرفات الكائنات الفضائية وردود أفعالها السمعية، وهذا ما سيحدد إذا كانت الكائنات الفضائية تقوم بزيارة مسالمة أم أنها ترغب في إلحاق الضرر الشديد. بعض الناس قد يعتقدون أن القادة الدينيين هم من يجب أن يقوموا بالحوار، لكن شيء ما يخبرني أن الكائنات الفضائية لم تتعلم لغتنا في المدارس، لذلك حظا سعيدا لكل من يحاول أن يتواصل معهم. بينما كان أكثر البشر ذكاء منهمكين في محاولة تفسير نوايا الكائنات الفضائية قدر الممكن، فستكون أنت على ترغب في معرفة شكل الكائنات الفضائية. بعض علماء التطوير يعتقدون أن أشياء مثل الحمض النووي والبروتينات هي نفسها في كل الأكوان التي قد تنتمي إليها. إذا كان هذا صحيحا فسيكون تطور الكائنات الفضائية مقاربا لتطور البشر. سيمتلكون عيونا ذات رؤية مجهرية بالقرب من الدماغ، ومثلنا سيرتكزون على الأرض ويمتلكون على الأقل قدمين اثنين من أجل التنقل وثلاثة أصابع تمكنهم من حمل الأدوات. وبينما ستكون الحكومات مشغولة في تحديد خطة العمل، فستحرص وسائل الإعلام على إمدادك بالمعلومات، وسيقدمون نصائح بالبقاء في المنازل وانتظار المزيد من التعليمات، وسيكون من الصعب تحديد أي الأخبار هي حقيقية أم لا. ولكن حاول ألا تنخدع بالأخبار المزيفة عن نهاية العالم التي تنتشر على فيسبوك، وحافظ على هدوئك وابذل أي مجهود على الأقل. قم بجمع كل متعلقاتك واتجه نحو التلال، وفي هذا الوقت ستقوم الحكومات بمشاركة المعلومات حول تفاعلات الكائنات الفضائية. في البداية قد لا نتلقى أي استجابة بصرية أو سمعية، لا شيء على الإطلاق، وهذا قد يعني أنه السفينة الفضائية لا يوجد على متنها أي فضائيين. الكائنات الفضائية تنتظر دعما لمساعدتها في القضاء علينا. وهناك احتمال آخر هو أن الكائنات الفضائية استجابت وحاولت التواصل بدون استخدام أي أسلحة. لا يمكنني التحدث نيابة عنهم، لكن كل ما نعرفه أنهم قد يرغبون في التخلص منا والاحتفاظ بكوكب الأرض لهم، وبسبب حواجز اللغة قد لا يتم التواصل على ما يرام، وسيزداد التوتر، سيكون مقضي علينا. نظرا لأن هذه الكائنات كانت تملك التكنولوجيا التي مكنتها من السفر حتى كوكب الأرض، فعلى الأغلب سيمتلكون القدرة على امتلاك أسلحة متقدمة للغاية، وعندها سيصاب المواطنين بالذعر، وحينها ستقوم الحكومات بوضع أسلحتها النووية في وضع الاستعداد.
وسيكون هذا أحسن وأسوأ سلاح تدمير نمتلكه لمواجهتهم. وقد يتضح أن الكائنات الفضائية تملك رد فعل مختلف للأشياء التي نحن معتادون عليها في كوكب الأرض. مثلا لو كان جلدهم يذوب من ملامسة الماء فستكون محاولة الدفاع عن أنفسنا أسهل بكثير. ليس من الضروري أن تحمل الكائنات الفضائية الخراب لكوكب الأرض، وقد لا يرغبون في إيذاءنا على الإطلاق، ولكن إذا اصطحبت بعض الكائنات الدقيقة الخطيرة من الفضاء الخارجي ووصلت إلى كوكبنا، قد لا نمتلك نحن البشر مناعة ضد هذه الميكروبات الغير أرضية، وقد يؤدي هذا إلى القضاء على كل فصائلنا من على الكوكب. وعلى الجانب الآخر، إذ لم تكن الكائنات الفضائية مسالمة فسيقومون بتدميرنا قبل أن نملك فرصة عرض السلام عليهم. على أي حال، لسنا نحن مستعدين لزيارة مسافرين من أي كواكب أخرى. من الأفضل أن نستعد للتواصل الأول، أو ربما يجب علينا أن نغزو عالم الكائنات الفضائية قبل أن تقوم بغزونا. وفي الأخير، إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الإعجاب به والاشتراك في القناة لتتابع كل ما هو جديد. نترككم في أمان الله، إلى اللقاء.